البريد القاري وين قهوه الشاي والمرز زين؟ ما عليه معك رجول صدق. رجول معك رجول لا رضيها انت صدق رئيس بلديه وين الضياب والله حرك الدنيا ابو حامد والله انا قلت لكم وانتم ذاك اليوم انا قلت انا الكذاب هذا واجيب لكم شاي قهوه اسكت ولا انا ما ابغى احط شيء تخدم والله العظيم يا شباب خليني اعلمكم الفقره اللي عندي عندي اطول عمر السلامه شيء اسمه بريد القريه راح اعلق صندوق جوا في الهنجر اوكي مكتوب عليه بريد القريه ممتاز والله انا ابغى اكلم ضافر لكن بطريقه ملفوفه قاعد ما ابغى لايف اكتب له رساله وانزلها في الصندوق عندك مثلا عند الشاعر شو اسمه معاذ الغرابي يمكن عنده قصيده عتاب يحطها في العلبه هذه مثلا الرجال هذا عنده رساله حب لفلان بن فلان اوكي يحطها فيه طبعا طبعا ما اقتصرت علينا الجالسين فيها قصيدة الرثاء عندي رثاء فيه رسائل خارجية اوكي في رسائل خارجية ما هي من القرية من خارج القرية فكلمت فيها الإدارة الإدارة إلى الآن ما ردوا لي خبر فودي تكلمونهم كلكم تكلمون الشباب عشان يوقفون على هذه الحاجة وتطلع الفقرة من أميز الفقرات اللي هي بريد القرية تجيك رسائل خارجية من برا تشوف تقرأ تنبسط تجيك مثلا أخطائك يا سلمان إيش قاعد تسوي سلمان ما نبغى تكرر الحاجة الفلانية ما نبغى تسوي الحاجة الفلانية طبعا أي رسالة تخش في هذا الصندوق تقراها أمامنا كلنا طيب إذا خاصة رسالة خاصة جميل جدا ما علي لا هذه رسالة خاصة قبل كلها لا لازم لا لا خاصة. لا اصلا الخارجيه اللي تجي من الخارج إيه؟ لا بتمر على الاداره اول شيء بعدين تخش على المتسابق ابو محمد لا حبيبي هذه انا جت الفكره في راسي ان كل متسابق في الاسبوع يجيه ثلاث رسائل ابو حامد إيه؟ افكار بطل الى الان الاداره ما وافقت ابو حامد مدير كبير الى الان الاداره ما وافقت ابو حامد حبيبي طبعا الرجال هذا مشترك معي في هذه الفقره ومليون لايك وصراحه هنيك الفكره هذه حقت البريد هذه من ثاني اسبوع مكلم من الاداره والحمر الدولي يعني يبطي رئيس البلديه فاتمنى بالعكس اتمنى نضغط عليهم انا كرئيس بلديه والله اتمنى نضغط عليهم كلنا يد واحده بقول حاجه بقول حاجه يا ابو حامد دقيقه يعني انت قد تكلمتم يا شباب من ثاني اسبوع والله كذا اسمع بريد القريه ولا لا 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 لا, لا شفتوا فرحتنا في البطاطسات فاتمنى الحين فرصتنا نضغط عليهم كلنا دقيقه باذن الله اتمنى كلنا نسعد موضوعك يا ابو داحم اي والله اللي كنت ابغى اقوله لان انتم تعرفون يا حبيبي يا اخي ابو انا قلت الفقره ما اقول والله قلت ابشر بخدمكم في الموضوع طبعا دقيقه رجال يتكلم شفنا الشباب اللي برا اللي يجوا من برا اللي قابل امه واللي قابل اخوانه واللي قابل اهله واللي قابل ربعه وجماعه يجي مبسوط النفسيه عنده فل الفل في بعض الناس ما طلع اني انا ما طلعت رحت سويت سني ورجعت وانا مسكين الله ما طلع الرجال هذا مسكين الله ما غير له فلف وجاء سمعتوا الحق ما فيه استرسلت الحق ما فيه اني اشوف ماذا حال امي ماذا حال العرب من برا الله يجيني رسائل مثلا خالد نبغاك ما تسوي الحاجه الفلانيه خالد نبغاك تسوي الحاجه الفلانيه ما يقصرون على مؤتمر الجمهور يعني تكون فيه رسائل خارجيه طيب عندك مؤتمر جمهور سواء انتقاد في الشخص لكن هذا الشخص مثلا رساله موجهه لك هي تمر على رساله على ايميل القناه انا جبت الفكره هذه تيجي على ايميل القناه تحطها تطبعها في ورقه تجي في ظرف مكتوب عليها سلمان البهلي ما حد يفتحها غير سلمان البهلي خلاص اقرا الرساله شباب بس كلمه واحده هذه فيها نعمه بعضها اللي طايح فانا والله ما حملت باكلها والله ما ابشركم انها تجيب لي مقصدي تم تحميل لا بس في بعض الباقي طايح نعم شوف انت طيب دقيقه ابى اقول حاجه يا شباب تكفون يا عيش يا طالب شفتوا فرحتنا في البطاطسات والاشياء هذه يا شباب الصوت صوت كبيره صح رغم انها ممكن عاديه يعني شوف الاطفال لو ها كل واحد جاب الاطفال في اي زياره والله ياخذوها قاعده اذا جيت تزور خويك وعنده اطفال جيب له مثل هذه الحاجات البسيطه والله اني افرح فيها فرح غير طبيعي وعنده الدنيا ومالها وين بس ماذا بريال يا ريت بس سؤال ليش طفيت الماء قبل شيء انت صاحي؟ لا والله لايك ابو يحيى والله لايك فلا خصم خصم خصم